أثارت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب جدلا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي في أول ظهور رسمي لها بعد انفصالها عن زوجها الفنان حسام حبيب بعد ظهورها حلقة الرأس في حفلها الأول بالإمارات. وكشف الصحفي المصري خالد صوافي تدوينات له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام أن مواطنته لم تحلق شعرها اختياريا، لكنها تعرضت للضرب وحلق الشعر من طرف زوجها السابق حسام حبيب قبيل أيامنا الطلاق الرسمي. المتحدث ذات أكد أن شيرين عبد الوهاب استعانت بباروكا خلال ظهورها منذ أيام أثناء تجهيزها لإحدى أغنيات ألبومها الجديد، حرصا منها على عدم علم جمهورها بهذا الخبر، لكنها اختارت اليوم مواجهة جمهورها والظهور بشكلها هذا. وأضاف الصواف على لسان مصدر مقرب من النجمة المصرية أن حسام حبيب أقدم على ربطها وتكتيفها لتوقع عن تنازل على مبلغ مالي ما. مبسوطة أني معاكم ويا رب تقبلوني بالشكل ده، بس انتوا عارفين ان انا كده فوق. انا بهزك يا شيرين.